متابعين اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم. انا معاكم فتحيه ديب من اليوم السابع من محافظه الشرقيه، متواجده تحديدا بمدينه ابو كبير. احنا بنقدم لحضراتكم اليوم نموذج في الكفاح والاصرار. هو عم ويليام تدرو ميخائيل. عم ويليام عنده 80 سنه، ربنا يديله الصحه يا رب، ومازال يعني حريص على انه يمارس مهنته تسليح وعبور الجاز. عم ويليام احنا بنرحب بيك على موقع اليوم السابع. اسمي ويليام تدرو ميخائيل. كم سنة يا عم ويليام؟ 80 سنة. ربنا يديك الصحة. وخريج الجيش. حضرتك متعلم يا عم ويليام؟ الابتدائية القديمة. أنت من مواليد مدينة أبو كبير؟ مواليد أبو كبير. طب كلمني يا عم ويليام، أنت حضرتك بقالك كام سنة بتشتغل في مهنة تصليح وعبور الجاز؟ 51 سنة. 51 سنة؟ مين علمها لك بقى؟ والدي. خدتها من والدك؟ خدتها من والدي. يعني المحل ده بقاله كام سنة تقريبا؟ 55 سنة، من سنة 68. حضرتك مأجره؟ مأجره. وبعمل ايادي كنف وبراريد وبوابير مزارع، بعمل بوتجاز كده حدادي علشان الكتاكيت. وبلحم ساعة، بلحم شكومان، اي حاجات بلحمها يعني. انقرضت فعلا 100%. انقرضت؟ انقرضت. بس احنا في حاجات بنعملها، براد، كنكة، ساعة، مخيخة بالبخل الناموس. يعني لسه ليك زباينك اللي بيجوا لحضرتك؟ نعم. لسه في زباين بتيجي لك؟ بالبطيء. بالبطيء. انت يومك بيبدأ الساعة كام يا عم ويليام؟ بقفل الساعة كام؟ لا، يومك بيبدأ الساعة كام؟ يعني بفتح الساعة كام؟ الساعة 8. بتخلص الساعة كام؟ الساعة 5. 5 عشان التجول. ده مصدر دخلك الوحيد؟ نعم، مصدر دخلك الوحيد. دي هو اللي علمها لي. امال ايه؟ والدك اللي علمك المهنة دي؟ المهنة دي. كان عندك كام سنة؟ عندي 80 سنة إلا 6 شهور. أول ما تعلمتها؟ أول ما تعلمت كان عندي زي 30 سنة. 25 تقريبا. قبل كده كنت شغال حاجة تانية؟ لا أبدا، هي دي مهنتي بس. تعلمتها؟ ما عنديش حاجة تانية. حضرتك عندك أولاد؟ عندي 4. ربنا يخليك. الله يخليك. واحد معاه بكالوريوس، واحد معاه الأدبية، واحد صالون بيشتغل في حلاقة، وليا بنت في حلوان في مصر. معلمتش حد المهنة دي؟ كله لا. من 51 سنة، من سنة 67 لدلوقتي. وحضرتك مأجر المحل ده؟ مأجره. بدفع الطاقة 10. بعد ما كنت بدفع جنيه ونص بدفع 200 جنيه دلوقتي. 200 جنيه؟ 200. بتصحى الساعة كام بقى؟ بصحى الساعة 7 وباجي هنا 8 افتح الدكان. وبقفل 5 من شارع كوليو كبير. يعني حضرتك بتسافر القاهرة تشتري بتسافر القاهرة تشتري الأدوات اللي بتستخدمها في ال فواني، جلد، كوش، أي حاجة بروح أشتريها من هناك من مصر. شارع كوليو كبير. حضرتك اللي بتروح بنفسك؟ بروح بنفسي. لأن أنا مصرح لي في القطر أروح ببلاش علشان وصلت 80 سنة. بركب ببلاش وباجي ببلاش، قواني، جلد، كوش، اي حاجه بروح اشتريها من هناك من مصر. شارع كوليو كبير. حضرتك اللي بتروح بنفسك؟ بروح بنفسي. لان انا مصرح لي في القطر اروح ببلاش علشان وصلت 80 سنه. طبعا امال ايه؟ انا بجيب الازير غالي، والانبوبه ب 160 جنيه، بجيب كل حاجة غالية قوي. والغلا عليا وعلى زبوني.